غرفة المرأة الوحيدة. ها هي الآن تطرد عنها المدينة، تغلق من خلفها بابها وتضم الستار، ثم تشعل مصباحها في النهار. تلك أشياؤها، حيوانات وحدتها تشرئب لها في الزوايا وفوق الجدار. ثم موقد غاز ومغسلة ورفوف لوضع المدين، ثم موقد غاز ومغسلة ورفوف لوضع المؤونة، منفى صغير وفي العمق ثم سرير ومنضدة، قصص لاجتلاب النعاس ومنفضة وشموع صغار. كل شيء هنا، كل شيء له موضع لا يبارحه، وحضور له من خطى الوقت خبز وماء، ومن ظلها المتأرجح إغفاءة ودثار. كل شيء له معها شهوة وبكاء، له نكهة الجسد المتعود وحدته المتأمل في ذاته. كل شيء مرايا لها وجهها ولها ما لأعضائها من حميمية وانكسار. ربما عبرت في طفولتها بمكان كهذا بضوء وآنية يسقط الظل منها على مفرش ناصع، ربما استحضرت بالعقود المدلات والشمعدانات روحا تعود بها لبساتين هاربة، لينابيع تجري على أوجه تترجرج تحت المياه النقية باسمة في القرار. لم أكن أنا، كانت تكلم غيري وتنظر في وجهه المستعار.